محاولة أخيرة للغربيين، ما المقصود بذلك؟ إيران معتقدة تحريم تعتقد الجمهورية الإسلامية بأن العقوبات الاقتصادية الجديدة التي تبحث عنها الولايات المتحدة هي أن لا تسمح لإيران بالحصول على اليورانيوم المخصب أكثر من هذا إلى الحجم الذي تستطيع من خلاله أن تنتج قنبلة نووية. حينما يكون هناك 1200 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، حينما تنقل إيران هذه الكمية إلى خارج البلاد، وعلى هذا الأساس فإن القلق الذي يساور الولايات المتحدة والتي كانت تحاول أن توزع هذا القلق وتنشره بين في الرأي العام العالمي وفي العالم، سوف ينتهي هذا القلق حينما ينتقل اليورانيوم إلى خارج إيران. هذا وما كانت تقول الولايات المتحدة قد انتفى، لأن إيران ألقت الكرة في ملعب الغرب الآن ووافقت على نقل اليورانيوم إلى خارج إيران. وعلى هذا الأساس فإن الفلسفة لانعقاد مجلس الأمن من أجل فرض المزيد من العقوبات على إيران سوف ينتهي. وعلى هذا الأساس أيضا نحن نرى الآن بأن هناك بعض الدول الغير الأعضاء من غير الدائمين في مجلس الأمن كالبرازيل وتركيا ولبنان أيضا قد أعلنت تلك الدول بأنها ترفض صدور قرار جديد لفرض المزيد من العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. سعي أمريكا كان ولا يزال من أجل أن تسحب إيران إلى طاولة المفاوضات، ولكن بالنسبة ما تم التوصل إليه في طهران فأعتقد أن الظروف الآن مواتية للبدء في مفاوضات جديدة. ولكن إذا كان طيب اسمح لي أتوقف عند هذه النقطة المتعلقة بالمفاوضات دكتور علي مع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة كريدي. دكتورة كريدي، موضوع المفاوضات طبعا قبل الإعلان وبعد إعلان طهران، الرئيس أحمد نجاد دعا الدول الغربية لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي، واعتبر أنه أنجز ما عليه، وبالتالي لابد الآن من الجلوس إلى الطاولة. البرازيل وتركيا هما طبعا يعني شريكا إيران في هذا الإنجاز، أيضا أكدا على ضرورة استئناف المحادثات وطلبا مجلس الأمن بالجلوس إلى طاولة التفاوض. الآن في هذه الأجواء، هل تعتقدين مسألة التفاوض أصبحت مشتتة، أصبحت دعوة يعني غامضة لن تسمع؟ بالعكس، بعتقد أنه حتى دعوة أمريكا لفرض عقوبات جديدة على إيران هي خطوة استراتيجية لفرض قوة، مثل يعني هم يقولون فرض العقوبات لا يمنع التفاوض مثلا، لا يمنع التفاوض بالعكس. وحتى خطوة تركيا بالذات، يمكن البرازيل انضمت لها، هي نوع من الوساطة، الوساطة غير المباشرة، لأنه أمريكا لحالها ما عم تقدر، لا تستطيع تتقدم أي خطوة في وصول إلى حل مع إيران. فإيران ماشي بالخط اللي هي بلشت فيه من الأول، تخصيب المفاعل النووي لمصالح سلمية إيرانية مش لسلاح نووي. طبعا ما في تصديق، ما في ثقة من أمريكا مع إيران، بس إيران من الأول لهلأ ماشي بخط واحد. طبعا في أشياء تانية عم بتصير، لكل دولة بتعمل مصالحها الخاصة، في أشياء سرية لأسباب أمنية إيران عم تعملها، وإيران لها حق. عودة للنقطة ذاتها، بس التفاوض، هل يمكن الجمع بين التفاوض وبين مشروع فرض عقوبات؟ يعني هل ترين هكذا الصورة؟ نسميها بالإنجليزي the carrot and the stick، يعني بنستعمل القوة مع بنفس الوقت لكن هذا الأمر على كل حال لم يثبت جدواه مع طهران. أصلا العقوبات ما عم تفيد مع إيران، يعني بالعكس إيران عم تستفيد أكثر مع الوقت حتى بوجود العقوبات. حتى أستوضح هذه النقطة من ضيفنا في طهران. دكتور علي، سمعنا موقفا أيضا من إيران يقول أنه إذا ما صدر قرار العقوبات إيران ستكون عندها بحل من أي التزام يتعلق بتبادل اليورانيوم. هل هذا هو موقف نهائي؟
ما هنوز ايران به صورت رسمی موضع خودش رو ایران لم تعلن به صورت رسمی حتی هذه اللحظه این مشخص است که اگر ولكن من الواضح جدا اذا كانت المجموعه 5+1 ومنذ مده طويله تتهم الجمهوريه الاسلاميه بان لماذا لم تنفذ ما اتفق عليه في فيينا ولماذا لم تبعث باليورانيوم المخصب خارج ايران كي تحصل على اليورانيوم بنسبة 20% من المجموعة 5+1 ولكن الآن بعد أن وافقت إيران على هذا التبادل الآن هم يطرحون موضوع تجديد العقوبات من الطبيعي أن الجمهورية الإسلامية في إيران أن تعتمد أن تثق بالمجموعة 5+1 وإيران سوف تستمر في طريقها وفي مسيرها حتى تشعر بأن وإيران تشعر بأن هذه الدول لا تريد أن تحل قضية البرنامج النووي الإيراني ولكن تريد أن تفرض بعض الشروط على الجمهورية الإسلامية وعلى هذا الأساس قد يكون بعد بيان طهران إذا صدر قرار ضد الجمهورية الإسلامية فهذه الظروف سوف تشتد ولن تكون في صالح أحد وسوف تكون الأجواء غير مناسبة. مازالت إيران تستغرب مثل يعني هذا المشروع طالما تربطها بالإذا المشروطة. على كل حال سأتابع معك الدكتور علي ومع ضيفتنا في الاستوديو الدكتورة لينا كريدي لكن بعد التوقف عند فاصل قصير. إيران ومشروع قرار العقوبات المرفوض عنوان هذه الحلقة من مع الحدث. أذكر بضيفي الحلقة من طهران الدكتور حسين علي الخبير الاستراتيجي وفي الاستوديو الدكتورة لينا كريدي مديرة مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا. طيب دكتورة كريدي يعني حتى أعود إلى ما يتعلق بهذه الهجمة الغربية والتي تتزعمها طبعا الإدارة الأمريكية فيما يرتبط بتمرير أو إمكان تمرير مشروع قرار عقوبات ضد إيران والذي حتى الآن إيران تعتقد أنه إذا نجحوا في ذلك هي واثقة من أن هذا الأمر لن يمر. لكن يعني هل إعلان طهران برأي الأمريكيين وأنت تتابعين ربما